قدمنا برنامج رئاسي طموح، برنامج رئاسي يؤسس وينظر للتغيير في كل المجالات، ونحن كلنا أمل بأن يلقى الدعم والسند من طرف الجزائريات والجزائريين الذين هم ملزمون بطريقة أو بأخرى للخروج وبقوة للتصويت يوم 7 سبتمبر، وهذا لأجل فرض التغيير، لأجل دعم مرشح التغيير والمساهمة في بناء جزائر مزدهرة ومتطورة في كل الميادين. فيما يخص الحماية الاجتماعية التي أسسنا لها ونظرنا لها ارتباطا وتماشيا بتجندنا المستمر لتكريس الدولة الاجتماعية كما تأتت في وعد نوفمبر 1954. من بين هذه الإجراءات هي الرفع من الأجور والرفع من المنح العائلية، وأيضا إعادة العمل بالحق في التقاعد المسبق والتقاعد النسبي. فيما يخص أيضا الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، نحن نعد بأننا سوف ننتهج سياسة لتسقيف الأسعار أو لتجميدها إن اقتضت الضرورة ذلك، وهذا لضمان يعني وصول متساوي لكل الجزائريات والجزائريين. المواطن الجزائري خاصة الشباب منهم يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة غير منقوصة، ويتجندوا بصفة فعلية لصناعة مستقبلهم ولبناء مستقبلهم بأنفسهم، لأنه ما نستناوش أي أحد يغير أحوالنا، لازم نكونوا فاعلين التغيير. ولهذا نطلب منهم ونأمل منهم أن يكون بقدر من بأن يكونوا بقدر من المسؤولية وبقدر من الحس الوطني للتجند والمساهمة في تغيير أمورهم عبر انتخاب عبر المشاركة في الانتخابات يوم 7 سبتمبر. مسألة السياسة الخارجية، احنا نرافع باش نقويو علاقاتنا مع الدول اللي تربطنا معها نفس المبادئ، نفس النضالات ونفس الآمال ونفس الطموحات. نشجع أن نعزز علاقاتنا مع الدول الإفريقية ومع الدول التي تتشارك معنا نفس الطموح في ولوج نظام دولي جديد يكون أكثر عدل ويكون أكثر إنصافا للشعوب وللأمم المضطهدة.